السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، مشكله بتواجه ناس كتير قوي، اللي هي الدبل تشين او اللغد، اللي هو بيكون الدهون المتراكمه اسفل الرقبه. هنتكلم عليها، عن مشاكلها، عن درجاتها. بتختلف طبعا من درجه للتانيه على حسب المشكله بتكون قد ايه. طبعا بتختلف كل درجه للعلاج بتاعها. هنا في تشينج مي احنا بنقدر ان احنا نعمل عمليه شفط دهون من اللغد عن طريق فتحه نص ملي عن طريق بنج موضعي. العمليه ما بتاخدش اكتر من نص ساعه تقريبا. الريكفري تايم بتاع العمليه ما بياخدش اكتر من 3 ايام. النتيجه النهائيه بتكون خلال من اسبوعين الى 3 شهور. طبعا كل حاله على حسب المشكله اللي بتواجهها. طبعا بننتهي تماما من مشكله اللغد دي. لو طبعا في اسئله ناس كتير بتسال هل المشكله دي بترجع تاني، بنسبه بتبقى ضعيفه جدا ان يحصل رجوع لمشكله اللغد او الدبل تشين الا لو في حاله زياده في الوزن كبيره. بس ده كل اللي نقدر نتكلم عليه النهارده عن موضوع اللغد، وبسطت ان انا كنت معاكم.